صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الكفارات الواردة في الشريعة وفيها عتق رقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطأ، فهل يوجد اليوم رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة؟ والله أنا لا أعلم شيء، ومن ثبت عنده شيء من هذا أنا لا أعلم وجود جهات فيها عتق صحيح، ما أعلم هذا. نعم.